ان فرحانين لك بنعمة قلبنا، لكن نفس الوقت حزنانين ان منك شخص عظيم جدا المكان اللي عرفناه. صح انك ركاب بتكون معنا لكن حياتك بتختلف. والله يوفقك يا رب على سنة الحياة واحنا راضيين ان شاء الله، وان شاء الله ان ما رب نترك رحمة ندعيه من كل قلبنا. اول شيء مبروك مكان يعني الزواج يعني الله يجمع بينكم الخير، ما ادري والله شو يقول. شيء هذا أتمنى من زمان أن أشوف أخوي جاب عياله صرت عم يعني شيء أتمناه. اليوم جاء اليوم القوي جدا. اصرخ خلي يسمعون اخوانك. وضحنا قبل نقول الفكره الحلوه القويه صراحه. لا تخافون لا تخافون يا فانس ركان، لا تو مو متزوج ترى، تو ما تهيا يعني. وين 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 ما تهيا رجال والحمد لله كامل. لا لا يعني ان شاء الله الحمد لله. لا باقي ان شاء الله بيت وان شاء الله تو يعني. ف لا تخافون لا تخافون يا بنات تو تو. المهم يا جماعة الخير أنا لازم عليكم كل شيء قبل لا تقول الفكرة. أول شيء بخصوص المقطع الأخير حق الهدايا، صراحة أنا عاذر أي واحد ولا شلت بخاطري ولا شيء، وماني زعلان، والواحد عذره معه ما تدرون يمكن أنا نوى يعطيني الهدية ولا وصلت، فالحمد لله والله العظيم هديتي محبتكم لي هذه تسوى الذهب كله. وكثير جوني وكلموني بالخاص ونعطيك هدية، قلت لا والله يكفي محبتكم لي وأنا ماني بزعلان ومحبتنا كلنا. وشكر خاص صراحة الركان، هو يعني قالوا في التصوير انك سحبت على حسام، لا والله انه ما سحب علي، فما قصر معي صراحة وفرحني وطلعنا وانبسطنا. لا يغركم بس التصوير انه كمل التصوير، فقط كمل التصوير عشانكم، لكن والله بعد التصوير ما قصر معي. صحيح. تفضل. جماعة الخير اليوم في مقطع واخيرا كثير ناس قالوا يا ركان ارجعوا للمقالب. اليوم ناويين مقلب. اوكي شوف صراحة انا ما اقدر حالك، قلت لازم واحد يسايس معي. هو جبته كلب عندك سايس؟ لا كلب عندك سايس. جبت حساب يا شباب، حساب لنا وش يجيد 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 التمثيل صح، فبيتمشي عليهم المقلب. خليني مهرج تفضل. لا لأن ما شاء الله يعني عنده جد. كل مهرج خلاص. كل مهرج يمثل كل مهرج. طبعا ترى تسوي مقالب، احنا كثير قالوا سووا مقالب في الشارع، سووا مقالب وين قالوا لك؟ بكل مكان يروح كل مكان. احنا ترى نسوي مقالب لكن نزلها تنحذف على طول، لان حاطين قوانين صعب ان نتجاوزها، وحين عندنا مقالب انحذفت فجانا توتر، والله كم مقلب سويناه تعبنا عليه وانحذف. له مقاطع له مقاطع قبل فتره منزلينها وانحذفت كامله مو موجود. والمقالب الحين صارت صعبه، صار الوضع اصعب من قبل، لازم تدقق. فهذه فكره جديده وحلوه. صحيح. وقويه مره ما راح يشكون صراحه، فاضطرينا نسوي هذه الفكره. فكرته هو انا قايل لاهلي ومتفق مع اهلي ومع امي ومع ابوي كلهم ايش على المقلب على نواف سعود. اوكي لانهم هم يطلعون دائما القناه، فانا اتفقت مع اهلي اني انا ملكت وخلاص يعني ما بقى شيء على الزواج، وهذا الحفل اللي بجمعهم اليوم بالشاليه عشان نحتفل بنهايه اخر مقطع لي، وعاد هم راح يكملون وراح نشوف رده فعلهم وش بيقولون وش بيقولون. هم يدرون اني خلاص ملكت كل شيء، فالباقي عاد عليهم، عاد نشوف ايش بيقولون وش بيقولون. نقطه مهمه عشان يضبط المقلب، طبعا ركان اتفق مع الوالد على انهم رايحين خلاص قبل 3 ايام انهم ملكوا. أيه. وركان مخطط هذه الفكره قبل اسبوعين انه خاطب خطب بعدين قبل 3 ايام ملكت وقلت كانه راح وجاء، وعندهم خلفيه واخوان ركان وكذا مو مستوعبين. فاليوم اتفقنا على انه احتفاليه بسيطه، اي يعني لا مو اخر مقطع، احتفاليه ركان مفرحه وزي كذا، ومع مستمر معنا ركان سواء تزوج او ما تزوج. لا انا اتكلم عن نفسي لو سمحت. خلاص ما عليك طرق والله والله العظيم. لو قصر صوتك تفضل. والله اخوانك قسما بالله لو انه سوا فيني والله ما فهم الا نفسك لو انك صامل، بس انا عارف انك كذاب. ما عندي عن جدك، اتعطني سنه سنتين ان شاء الله. ان شاء الله والله صور مقطع ان شاء الله ان شاء الله تضبط الفكره. طبعا ما راح يستغني عني لاني انا مصمم الكيكه. حلو هو اوكي، هو خذ الشاليه استاجره وضبطنا كل شيء، واليوم بارتي اليوم عشان كذا نتفق انا وياه عشان كذا يعني شغل. يعني اليد واحده ما تصدق مصيركم تكلموني انتوا اخوانك. انا ابليس يا شيخ وخر بس حتى الفريم ديك صار. انا عندك عندك صبر الحال. انا ابليس شكرا لكم. سووا لايك رجعنا للمقالب من جديد، نبي 200,000 لايك عشان رجعنا للمقالب. يلا 200,000 لايك للعوده الحميده، بدايه الحرب بدات. هيا على ان خلاص وش استعدادكم وش كذا وش فهمت وش تخطيطكم بعدين اذا تزوجت انا توقفون ولا لا؟ انا كسبت كل شيء عندي. اي خلاص الكاميرا معكم. انا بتروح هناك الشركه بس لكم في الشركه.
تفضل. تعال تعالوا معنا تعالوا معنا يا شباب. هذا يلا بروح اناديهم انا. انعدهم يلا. اوكي سي يو. هي جيب لنا عاد المشاريب ومن المشاريب تكفى. عجلتك؟ ايه سياره مشاريب. اوه ليه؟ تقول لي باكل ما ادري ايش تقول. والله دندون يا شيخ. حبيبي صاحي من 12. دندون والله دندون ودنا دينه قليله. اللي ملك ابو رق اه ننتظرهم طبعا نواف سعودي جون. جو 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 جو. اهلا 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 بالشبيب. هلا والله هلا والله هلا والله باخواني الصغننين. انا اليوم انا عزمكم اليوم بسوي حفله بسيطه لان يمكن اخر مقطع لي خلاص في اليوتيوب ان شاء الله. ازين والله نبغى شيء باخذ ثلاثة. لا لا صدق يا عيال والله صدق هي والله ايش اقول بس اليوتيوب وين تروح؟ وشي عاد ما سويها بس يدوب لي زعود. ايش فيكم كلكم سحبتوا على حزام وحزام لا تسحبوا. مكان بقول لك شيء بس تفضل. ما راح ترجع للقناه ابد. لا والله خلاص بس شب تدرون متى برجع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اذا جبت ولد ان شاء الله. حاول انك تطول شويه ان شاء الله. اذا جبت ولد ان شاء الله راح يطلع ولدي باذن الله بالقناه والبقيه انتم كلكم تطلعون. والله معليش عذب ولدك ليه عشانك عذبت عمي. يوه عمي عمي نواف الله يخسي. تدري شو يا ولد اخوي جيب لي. اوكي معليش. المهم يا جماعه الخير موجهين لما شلاه واسفين على الاطاله ان شاء الله. انتظرونا اذا رحنا هناك راح نسوي احتفاليه باذن الله. وهذول جايبين سروال سباحه اذا يسبحون على كيفهم. جايب احتفل بهم بس عشان اخر مقطع بمشي انا. ما اذا جايب لنا هدايا راضي احكي. السؤال دقيقه سؤال يعني معليش بس هل صدق يعني طوعكم قلبكم انكم تكملون؟ انا نص والله يعني شعب النينكم على ذا الدعم على ذا القوة تتوقع ان نسحب عليهم؟ صدق نواف والله العظيم والله كبرت بعيني. وانت سعود؟ انا والله نص نص. نص 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 يعني راح يكون فيها شوي يعني ما راح اشوفك بالمعرس. هلا 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 يلا بنشوف ابو سليمان صغير. يلا هلا بالمعرس حقنا على البركة. تستاهل تستاهل والله كني قهوجي. هلا وانتوا اللي ملبستوا ثياب زواج اخوكم ليه ملبستوا؟ النصر ثوب. النصر ثوب. انت ليه ملبست ثياب؟ العالمي العالمي حلق فوق. حمد الله حمد الله حمد الله حمد الله غاب عنهم وانهزموا. عين الله ترى. هلا بالمعرس هلا بالمعرس هلا بالمعرس. شغل لي احلى اغنية على البركة. والله هاي اول ولد شو تسميه؟ ان شاء الله اسميه عبد العزيز او سليمان معليش. حسام سعود نواف. لا 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 معدي الاسامي ذي. طيب اول بنت. اول بنت ان شاء الله على عد على حسب المدام. طيب عندي سؤال مهم قبل يلا توكل على الله قبل أن نسوي الحفله. طبعا ركان بنفقده بالقناه ولا لا؟ لا ما راح نفقده. طيب ناخذ قناه اقول لك راتب نصف النصف. طيب انا اتفقت انا وانت نواف ان نوقف القناه بدونه. نوقف القناه. لا تبي نوقف ولا نكمل بدونه؟ لا خله ما نبيه بس. طيب لا بس هو بيتزوج فترة وبيرجع لنا راضين؟ ما ودنا يرجع. لا اذا مسك القناة والله ما نبي. لا هو العيال. لا ها خليه يروح بنتي. نكمل بدونه؟ انا ما عندي مشكلة والله. بالله اثنين قهوة بالله. لا لا شباب والله والله ما يصير والله. والله انا ليش احس اليوم الان بنحتفل ان شاء الله معك احتفال بطل. ترى بعدها بنرميك في المسبح. ايش سالفه؟ ها؟ الا والله تكفى. عشان ام العيال تشوفك. ام سليمان. انا اول مره اشوف اخوان مبسوطين، يعني من بدايه ما يفقدوني. بس ادري حسام ايه؟ حسام لا يغرك، والله بالعز بتشوف اشكالهم. بنصور بالعز. بيصحون. قسم بالله اعرفهم ترى قالهم هنا قالهم. حبيبي سعود، الله احلى راس في العالم. هاني ترى طقطق علي الراس قل والله من السبب انت والله العظيم دقيق والله العظيم حرام عليك يا صراحه والله كان قلبت علي. اعطيك اياها المسؤوليه حسام. اعطني المسؤوليه والله تو قال نواف والله لا اخذ المسؤوليه. تخش ايش تاخذ؟ اكبر منك انا. اكبر منك انا. انا اخوه الاكبر. اخوه؟ انا اخوه بعد. هو قال اخوي انت اخوه. ما هو من امك هو. لازم يا اوراق وعقود. ولا اوقع يوم حلو لي وبنفس الوقت تعيس. يعني عشت يعني تقريبا ما يقارب 4 سنين
مع حسام، مع نواف، سعود، كادي، جوري، عبد الله، كلنا بدينا ننزل مقاطع مع بعض وكونا انفسنا لين حققنا 4 مليون، يعني رقم يعني مره كبير. وقادم ال 5 مليون ان شاء الله على يدكم ان شاء الله انتم اذا كملتم. طبعا انا هذا ما اعتبره يوم جميل، هذا اعتبره عزل لنا، لكن اليوم لك يوم جميل صراحه، الله يوفقك حياتك، خطوه جديده حلوه. لكن نكذب عليك اذا قلنا ما راح نفقدك، بالعكس نفقدك انا وسعود ونواف، يعني انت راح تطلع معنا في كل الحلقات اكيد، بس ما راح تكون انت مكان اللي نعاد عنه، اكيد راح تكون منشغل مرتبط يعني خلاص تكون مصرف وتعيش حياه سعيده. والله يوفقك، ولا نقدر نقول شيء هذا مستقبل صراحه، لكن الله يصدقني انا وسعود ونواف اننا فرحانين لك من اعماق قلبنا، لان نفس الوقت حزنانين ان منك شخص عظيم جدا المكان اللي عرفناه. صح انك ركاب بتكون معنا لكن حياتك تختلف، والله يوفقك يا رب، هذه سنه في الحياه وكنا راضيين ان شاء الله، وان شاء الله ان ما رحنا نترك، راح ندعي لك من قلبنا. اول شيء مبروك لكان يعني الزواج، يعني الله يجمع بينكم الخير، ما ادري والله ايش يقول. شيء هذا اتمنى من زمان ان اشوف اخوي جاب عياله، صرت عم، يعني شيء اتمناه من صغري، والله يجمع بينكم طول الدنيا ان شاء الله وخليكم بعض وبس. شكرا لكم، صباح الخير يا حبيبي يا ركاب. استاذ استاذ استاذ، طبعا انا راح اخذ العقال ذكرى، هذا العقال ذكرى، انا باخذ العقال ذكرى يا سلام يا سلام. يلا إلى المسبح، يلا المسبح. يلا يا شباب يلا ناكل، بسم الله، يلا كولو كولو يا عيال، كولو كولو هذه الكيك عشان ما تخرب، بس خلنا هالشمه هذه عشان شوف الفرق، عشان تشوف الفرق تفضل، هذه عشان بس جايب كيك عشان كذا، بس جايب كيك عشان كذا زوي لا لا طبعا كذا وصلنا لنهاية المقطع، ان شاء الله عاد اخواني الكرام راح اشتاق لكم كثير، راح اشتاق لكم والله كثير، وهذه الحفلة والله مبسطة نفس ما قلت لكم، عشان لانها راح تكون اخر مقطع لي في اليوتيوب، عشان هم بيمسكونها خلاص، وانا خلاص وصيتهم ان شاء الله، هم راح يقصرون مع حسام وسعود يتفقون بينهم ان شاء الله. حاب اقول لكم شيء يا عيال، وقت توصلون باليوتيوب لا توقفون، لا توقفون، انا راح اترككم بس اسمعوني، انا اعتبرني ركان، انا اعتبره حسام ركان، بس اشوفه والله ما يجيب حقه. اوه 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 يا ربي يا ربي، ما والله نسيت كل شيء، اسحب علي بالهديه وكل شيء، يلا راح توصلون يعني اسبوعيا مقاطع صح؟ حبيبي حبيبي حبيبي، ما قربناكم يا زلايم، والله عاد ناس في اليوتيوب، ابغى اضربوك وياك، انت صيع انت صيع.
صدمه. والله بعد ما قلبني ايه اش اصبعين اش شفتها لي والله العظيم انهم قبل والله لو ناهم كيف لا لا بس ها وشي مش كم النهاية خلاص هذا المقلب فيه مقلب ما قلب ولعبنا عليكم بالدم والمقليلة خزرت ثلاثة والله العظيم والله يا أخي دخل ما صدق زايد ما لك الذنب والله نسوي شو قمت قسم بالله مقلب والله مقلب بس هو قايل لهم انا قايل لهم وكل شيء متفق معهم وقلت له الحساب عشان يمشي معي قال حساب الثاني امي ما قلت هالمره قلت لها والله كلمه قلت لها والله كلمه تم هالمقلب قلت المقلب كلمك المقلب عادي انا اعترف انك مقلب عادي ايش دخلت يبقى علي نهايه المقطع اقول اسمعوني 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 ترى كل شيء تسويه ها يا يلا 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 تسويه لا بدك تسوي اللي بدك اكتشفت انه مبكى مبكى منك ايه اكتشفت انه بدك مبكى منك والله تكذب والله تكذب والله هذا هذا طلع ويتزوج طلعت كذا اطردهم كلهم من الحين الحمد لله اني عرفتكم قبل ما اموت قبل ما اموت عرفتكم تتركون القناة ها وتاخذون الحلال وتسحبون على اسامي يا كذاب تسحبون علي ها اقول اطردوا من الحين ملوك يسخن ملوك يلا الله يشفيك ملوك يسخن تشرفنا اخوي تتوقعون كنت بتزوج والله العظيم اني حزين انا متحمس يا اخي بتتزوج يا اخي بنجيب جيب عيال عشان الهواء بس ننهي جوا وبعدين نروح العب داري المقلب ها داري المقلب ايش دراك والله انك ما تدري ومشيت عليك وكان ووزعت الحلال وانا مو موجود والله العظيم كثير قالوا مقلب 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 ها والله ضبطنا مقلب بدون ما نضرهم زي ما تشوفون الحمد لله مشى المقلب عليهم وشكرا لك داري والله عززت لي يا شباب عشان نكون فريق تيم والله انا قايلين نشوف رقوس نبضهم قبل ما اترك صدق القناه بعدين صدق انت مو كبير مقلب كيف ترجعون فكره سياسه انوريك بدون ما اضرك بدون ما اكسر رجلك بدون ما اترك والله انا قاعد افكر انا متحمس قاعد افكر ايش اسوي بالغرفه قاعد افكر شكل الولد ركان اتوقع انه اذنه ماكوله كذا لا تاخذ ذبتي لا اخذ يعني متوزع المهم يا شباب شكرا لكم يعطيكم الف 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 عافيه ما قصرتوا والله ما قصرتوا بالدعم الاخير شكرا لكم من كل النواحي سعود قاعد يناظر يستاهل جائزة سعود قاعد يناظر انا ضيعته بس بطيح بالكلب يعني ما سويت شيء اي والله المهم يا شباب شكرا لكم يعطيكم الف الف عافية يا شباب شكرا لكم على دعمكم المقاطع الأخيرة وراح نستمر بالقناة إلى آخر اي تفضل بس عندي شيء بقوله تفضل طبعا أنت معطينا شروط بالقناة تقول أندية ما نبي أندية ما نبي شوفها يعني تخلي ناس وناس عشان كذا يا أبوي والله جدني هذه ما نسى كذا الجوب يا ربي قاعد يقول لي حسام لا تلبس عندي حسام لا تتكلم عن الهلال وهو خليهم لا يا حبيبي تخلي اخوانك ولا لا تصحنتهم تعرف لا تدري ليش حسام شوف انت ركز معي بس ما قاعد بس انت قاعد كوره ما نقول صح صح معك حق بس شوف رحمتهم تدري ليش لان يا اخي هذا المقطع قلت مقلب وجايبهم ينبسطون ومنها ياكلون وغير كذا قد خلوا يمسون النصر المهم يا شباب يعطيكم الف عافيه كان معكم واكم سليمان حس نواف سليمان سيوه